كيفية تحريك العملية السياسية في ليبيا وإحياء ملف الانتخابات المؤجلة كان في صلب المحادثات التي جمعت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني خوري مع عضوي المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وموسى الكوني. بيان للمجلس الرئاسي ذكر أن موسى الكوني شدد على ضرورة تكاتف الجهود بمشاركة الأطراف السياسية لدعم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل معالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، مؤكدا على ضرورة إنهاء الانسداد وتحريك العملية السياسية دون إهمال المسار الاقتصادي والأمني ومسار حقوق الإنسان والمصالحة وفق البيان. وأضاف البيان أن اللقاء تناول مستجدات المشهد السياسي وملف المصالحة وسبل التعاون مع البعثة الأممية في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات. يأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تجريها خوري مع الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي سياق متصل بحثت ستيفاني خوري مع قادة ومنسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية سبل الدفع بالعملية السياسية قدما. وقالت خوري في تدوينة على حسابها بمنصة إكس إن المجتمعين شددوا على الحاجة إلى مقاربة شاملة وأهمية اطلاع السلطات بدورها في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها. ودعما لدور المرأة في العملية السياسية، نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فعاليات المؤتمر الثاني الوطني للمرأة والانتخابات لدعم ترشح المرأة في تلك الانتخابات. عبر سكايب تنضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس نادية عمران الحقوقية والقانونية. أستاذة نادية عمران مساء الخير، أهلا بك. دعينا نبدأ من التساؤل الأكبر، متى ستنظم الانتخابات في ليبيا وما الذي ستدعمه المبعوثة الأممية فيما وستنجح فيما فشل فيه عديد المبعوثين الأمميين في السابق؟ نعم، نخشى ما نخشاه أن السيدة خوري ستتبع نفس الخطوات التي اتبعها المبعوثين السابقين. دائما بعثة الأمم المتحدة دأبت على مدى السنوات الماضية أن تتجه اتجاه خاطئ وأن تتخذ نفس الخطوات وتتوقع أن تكون هناك نتائج مختلفة. التشاور مع ما يسمى بالأحزاب السياسية ليس هو الطريقة للوصول إلى حل أو إلى الذهاب إلى انتخابات. البحث عن الأساس الدستوري هو الفيصل. الابتعاد عن مخرجات مجلس النواب ومجلس الدولة أو ما تسمى بمخرجات لجنة 6+6 هو الأساس. الالتجاء للقاعدة الشعبية والبحث عن ما يريده الليبيون والبحث عن أساس دستوري متين مسبقا من القاعدة الشعبية هو الأساس. لكن يبدو أن السيدة المبعوثة أو نائبة الرئيس بعثة الأمم المتحدة هي ما زالت تتجه في نفس الخطوات وتعيد نفس ما حدث مع سابقها، ولهذا لا أتوقع أن تخرج بحل على المدى المنظور إلا إذا غيرت في هذه السياسة. أعتقد هذا يشير أستاذة نادية عمران إلى أن لا أثر في الحياة السياسية لهذه الأحزاب، هل هذا ما تريدين قوله؟ نعم، الأحزاب السياسية ليست مكونة بطريقة المعتادة في تكوين الأحزاب السياسية. التعددية السياسية في ليبيا لابد أن تنشأ بناء على قوانين، وهذه القوانين تنشأ بناء على دستور ينظم هذه المفاصل. كيف تنشأ الأحزاب، كيف تكون تبعيتها من حينها، شفافية التمويل. أعتقد أن أغلب الأحزاب في ليبيا هي لها تبعية أو امتداد خارج ليبيا. لا توجد في ليبيا الثقافة السياسية بالمعنى الصحيح حتى يمكن أن نقول أن هذه الأحزاب تعبر عن التعددية السياسية وعن الأطياف السياسية وعن أيديولوجية وأفكار معينة في داخل ليبيا. ولهذا التجاءها للتشاور مع هذه الأحزاب لا أعتقد أنه سيكون صحيح. ربما يكون جزء من
النقاشات والحوارات، لكن لا يمكن الاعتماد بشكل أساسي على هذه الأحزاب لإلقاء حل للمشكلة دي. حتى ولو كانت نسبة قليلة، ما الذي ستضيفه كل هذه المفاوضات والنقاشات مع الأحزاب السياسية؟ هل يمكن أن تخرج ولو على الأقل بمقترحات يمكن أن تدفع نحو تصور عام لإجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها؟ نعم، نحن ندرك أن الأحزاب تسعى لإجراء انتخابات لأنها تسعى ممثلة في المجالس التشريعية، لكن كما ذكرت لك الأساس الذي يمكن أن تجرى عليه الانتخابات سواء كانت التشريعية أو الرئاسية غير موجود، مموه. هناك هيئة تأسيسية أنشأت أو أنجزت مشروع الدستور، الهيئة هذه منتخبة من الشعب الليبي، كان من المفترض إذا كانت البعثة جادة فعلا بإيجاد حل حقيقي للمشكلة الليبي أن تسعى لطرح مشروع الدستور على الاستفتاء أو اعتماده كقاعدة دستورية مؤقتة يمكن أن تجرى بناء عليها الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن البحث يكون مموهة خارج هذا الإطار كما فعل المبعوثين السابقين لم يفضي إلى حل، تكرار نفس الأخطاء هي هذه الإشكالية. نحن ندرك أن البعثة عليها الضغوطات، أن هناك دول متنفذة في داخل البعثة، أن هناك إشكاليات لوجستية أخرى غير الأساس الدستوري والقانوني يجب أن تنظر إليها البعثة بعين الجدية، كون أن ليبيا منقسمة فعلا، وجود أكثر حكومة، عدم سيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي، لا يمكن أن يضمن بأي حال أن تجرى انتخابات نزيهة وآمنة وشفافة، والمسؤولية الكبرى لكن أن ألا تعتقدين أن كان هناك وقت طويل جدا بدون النظر إلى المبررات التي تقول أن الآن الميليشيات هي المسيطرة والسلاح هو المسيطر؟ ألا تعتقدين بأن كان هناك وقت طويل جدا أمام المجتمع المدني، أمام كثير من الشخصيات السياسية لإطلاق مبادرات على الأقل لتنظيم العمل السياسي وبناء قاعدة يمكن لهذه القاعدة أن تضغط على الجميع للذهاب نحو انتخابات؟ ليبيا كانت تعاني منذ فترة طويلة من حكم شمولي ديكتاتوري، الثقافة السياسية والثقافة الديمقراطية غائبة نوعا ما، المجتمع المدني لا يمكن أن يكون صوته مرتفع في وسط سيطرة عسكرية في أنحاء ليبيا. أنا ذكرت لك أن الانقسام السياسي والعسكري داخل ليبيا هو أساس المشكل، إذا لم يكن هناك حكومة واحدة، حكومة منتخبة، حكومة تستقي أو تستند في أعمالها على أساس دستوري، لا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك مجتمع مدني وأن يكون هناك حراك مدني وأن تكون هناك أصوات مرتفعة تنادي بالديمقراطية وبالرأي وبالرأي الآخر. في هذا الوضع لا أن تجرى انتخابات ولا أن يكون هناك تغيير. حتى سعي الأمم المتحدة الآن لإدخال ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر انتخاب حكومة انتقالية جديدة هو سيدق السفين في المسألة الديمقراطية والتحول الديمقراطي نحو دولة المؤسسات والقانون. الواجب هو أستاذة نادية عمران، أختم بهذا السؤال، وكان من المفروض أن يكون هو معظم النقاش، لكن للأسف القاعدة لا توجد حتى نتحدث عن مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي الانتخابات الليبية، وهنا نتساءل هل هناك أي دور ممكن أن تلعبه المرأة الليبية سياسيا في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة؟ نعم، هي الأمور مرتبطة بحقها فيما يتعلق بالمرأة، يجب أن يكون هناك تمكين قانوني ودستوري حتى يمكن أن يكون هناك تمكين سياسي وتمكين اقتصادي، لأن هذه الأمور تترتب بعضها على بعض، إذا لم توجد ضمانات دستورية وقانونية للمرأة بأن يكون لديها نسبة في التمثيل سواء كانت في الانتخابات التشريعية أو الانتخابات المحلية أو حقها في الترشح حتى الانتخابات الرئاسية، تبقى مجرد حديث البعثة هو مجرد وعود، لأن فعليا القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب مؤخرا هي تهضم بشكل كامل حق المرأة في التمثيل ولا تسمح بأن يكون هناك حتى تمثيل خاص، لأن احنا ندرك أن الموضوع يحتاج فعلا إلى كوتا أو تمثيل خاص وسط مجتمع ذكوري بدأ الآن تدريجيا يتقبل فكرة أن يكون هناك مرأة في صدر المناصب السيادية، ولهذا يبقى حديث السيدة الرئيسة البعثة أو النائبة ومجرد حديث طالما لم يترجم إلى واقع دستوري وقانوني وواقعي فعلا.
شكرا جزيلا لك يا أستاذة نادية عمران، الحقوقية والقانونية الليبية، حدثتنا من العاصمة طرابلس. شكرا جزيلا.